وفي الفعالية نفسها أكد ممثلو الأحزاب السياسية وقيادات المجتمعية في المنطقة استمرار وقوفهم ودعمهم الكامل لقوات الجيش الوطني لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي حتى استعادة الجمهورية. وقالوا في تصريحات اليمن شباب إن الكفاح المسلح هو السبيل الوحيد لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيا التي ترفض كل خيارات السلام. أثبتت المواقف السابقة أن الحركة الحوثية الانقلابية لا تؤمن بلغة الحوار، وأيضا أحيانا يكون الوصول إلى السلام أو إلى نقطة الحوار بشكل جدي عبر الضغط باستخدام القوة. نحن قمنا في هذه الفعالية توجيه رسالة قوية بأننا مع الجمهورية، بأننا مع الدولة اليمنية الحديثة، بأننا مع الجيش مساندين أيضا للجيش الوطني والمقاومة الشعبية. فالعزلة بني بوكاري ثبتت وصمدت برجالها وأبنائها مع أول ما وطأ العدو على أبوابها، إلا وكانت هي وقفت بقوة أبنائها وتصدت للعدو ودحرت العدو، ولم تخضع يوما للعدو ولم تركع يوما للعدو.